ميزو ما عندوش اي مرض عضوي، ميزو بيحب الاكل زي بالظبط يا ساره. طب حضرتك عملتي له كل التحاليل؟ طبعا، ما عندوش اي حاجه، سليم 100%. ساره انا عايزاكي تساعديني في ميزو ان هو يخس عشان خاطري يا ساره. طب معلش انا اسفه اني بسال حضرتك، بس حضرتك سايبه نفسك كده ليه؟ عملت كل الدايت فشلت، مفيش اي حاجه نفعت معايا خالص، بس قريب قوي هعمل تدبيس ان شاء الله. ساره انا مش عايزه ميزو يتعب زيي خالص. طب هو فين ميزو؟ ممكن اشوفه؟ دعم دعم وسكر وهادي قوي 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 زي العسل زي العسل. اهو اهو يا ساره، خدي كاميلا يا خدي كاميلا عين امك، خدي يا اختي كلي يا قطه. خلصي اسم الله اسم الله. هاي ميزو. يا اهلا وسهلا يا اهلا، البيت نور يا ابله، اتفضلي. ميرسي. والله العظيم البيت نور بيكي. ماما عاملين لي بيض. بس اسكت ما تفضحناش، مش انت لسه جاي من المطعم دلوقتي واكلين قد كده؟ انا عايز اكل بيض. ايه؟ شايفه يا ابله؟ شايفه بيعمل معايا ايه؟ ميزو عايزين نقعد مع بعض ونتكلم شويه، ممكن؟ بعد كده اكل؟ بعد كده كل، معلش انا النهارده مستعجله، هنقعد نتكلم وبعد كده كل زي ما انت عايز. اقعد ننق بقى في اللي قدامك ده لغايه لما اعمل لك السندوتشات. ها اعمله سندوتشات. قال يعني طيب من فضلك معلش سيبينا لوحدنا انا وميزو. ممكن اسمع كلام ابله ساره وما تعملش مشاكل. يا ريت بلاش ابله، يا ريت تقولي لي ساره على طول. ماشي يا ساره. مرسي. اسمع كلام ساره ما تعملش لزوم النقنقه بس يا ساره. ها تعالى يا ميزو. تعالى حبيبي. اخبارك ايه؟ هو انت جاي عشان ما تخلينيش اكل يا ابله؟ لا ميزو من فضلك ما تقوليش ابله اولا، قولي ساره. ثانيا مين قالك الكلام ده؟ ماما. لا يا حبيبي انت هتاكل عادي. تقولي انت بتعمل ايه طول اليوم؟ طول يوم الاجازه يعني. يوم الاجازه. تاخدي وعده؟ لا شكرا. طول يوم اجازه يعني؟ بصحى ما افطرش يعني، مش هتبقى عارفه بس يعني ما باكلش. بتصحى الساعه كام؟ بصحى الساعة واحدة أو اتنين. طب وأيام المدرسة؟ بصحى الساعة ستة وبنام في الباص لغاية تسعة، بعديها أنام وأصحى وأنام وأصحى لغاية البريك، بعديها آكل السندوتشات الفينو الصغيرة دي. سندوتشات إيه؟ سندوتشات الفينو الصغيرة دي، باكل من سبعة لتسعة سندوتشات الفينو الصغيرة دي. ماما بتعمل لي فيها أي حاجة، برجر، سوسيس، بيض، بحب البيض الأومليت. وبعد السندوتشات؟ بطول الوقت ده من غير اكل الا لو معاش شويه شوكولاتات، كلهم بعد العشاء. طب وبتاكل قد ايه شوكولاته؟ ما بحسبش حسب ماما بتديني. كمل. وبتتغدى؟ المهم برجع من المدرسه ماما تكون بتفطر، باكل معاها حاجه بسيطه واطلع انام، بعديها اصحى اعمل هوم ورك ولا بلاي ستيشن. طب وبتتعشى ايه؟ انا وماما بننقي مطعم ونروح ناكل فيه. طيب قولي حبيبي هو بابا فين؟ بابا مسافر امارات وبيجي كل شهر اسبوع. طب عندك صوره ليه؟ بابا بقى غيرنا خالص، حبش الاكل يا ابله قصدي يا ساره. لا هو واضح يا حبيبي واضح. هو انت ليه شكلك طيب قوي كده؟ سايبيني اكل. ما انت طبعا هتاكل زي ما انت عايز، بس احنا الاول هنقعد نتكلم مع بعض نتفق على شويه حاجات، بعد كده هناكل مع بعض ونلعب مع بعض وهتاكل اي حاجه انت عايزها. الله يا بقيت كويس. تاخدي فلوس من ماما كتير؟ مين اللي قالك الكلام ده يا ميزو؟ ماما قالت لي تنطق من امبارح. طب يا ريت تنادي لي ماما حبيبي. ماما ماما ايه الاخبار يا ساره؟ ها في امل ان ميزو يخس؟ انا والابله قصدي انا وساره اتفقنا على شويه حاجات، ان ياكل ويخس في نفس الوقت. عظيم عظيم. تعالوا بقى اقروا الموضوع ده، طلع جامد موت. اللي هو موضوع ايه بقى؟ رجل الاعمال. ما انا قريته على فكره، انا مش هنشر موضوع رجل الاعمال ده يا انجي. ليه بقى؟ لانه بصراحه كده مليان فضايح. على فكره ما جبتش اي حاجه من عندي، هي دي الحقيقه. هو ممكن يعني يرفع لنا قضيه مثلا؟ وهي يعني على فكره هو مين اصلا؟ انا ما كتبتش اسمه. بس هو باين جدا ان هو ما عندناش اي مسؤوليه قانونيه. يا حبيبتي انا مش بتكلم في قانونا او مش قانونا، انا خايفه عليكي، وبعدين لو قرا الاسم هيعرفك على طول. لا ما تخافيش، وبعدين بقى انا عايزاه يعرف. طب ولو عمل حاجة؟ ستي يعمل ايه الخوف ده يا عز؟ ثواني ثواني. الو؟ ايه يا نجم؟ انت فين؟ وصل؟ طيب لا هقول لك تحت العمارة. يلا سلام.
مين ده؟ أكرم شوقي يا ستي، النجمة جاية عشان الريبورتاج. طب وإيه يعني هتنزلي له ليه ما يطلع أهو؟ ردي يا عزة على الأستاذة. يا حبيبتي ده نجم، النجوم دول ليهم معاملة خاصة. والله العظيم مرضى نفسيين كلهم، وإحنا اللي عملنا فيهم كده. بصي إنجي حبيبتي، أنا هسيبولك للصبح تعملي معاه الريبورتاج اللي أنت عايزاه. بس اتصور معايا انجي، الواد مز يا انجي. ايه يا صفاء ده؟ انجي مز كده. صفاء ايه مز ومش مز ده؟ ايه الهبل ده؟ بقول لك ايه، لما يجي عايز انزل اتكلم معاه شويه اخد منه صوره، صوره واحده بس. وبعدين هسيبهولك تعملي معاه الحوار اللي انت عايزاه. والله العظيم ارفض من بعض. يلا انت اوكي انا نازله بقى اجيبه. لا اكل مز. مش لوحدك. لا لوحدي. لا لوحدي. اتصور انا هتصور. عزة هو مز قوي يعني؟ طب اجي ابص كده بصه. عزة بصي حضرتك انا ما كنتش عايزه اتكلم معاكي قدام ميزو. ميزو دخلته جوه اهو، وانا تحت امرك. خير؟ لا مش خير ابدا. حضرتك جبتيني علشان عايزه ميزو يخس مش كده؟ اه طبعا انا عايزاه يخس. هو مش هيخس، مش هينفع يخس بالطريقه دي طول ما اسلوب حياتك حضرتك بالطريقه دي. انت عاجبك صحه الولد كده؟ عاجبك شكله؟ طفل اقل من 10 سنين يبقى شكله وصحته عامله كده؟ ده مش قادر يمشي من هنا لهنا غير لما ينهك. انا تحت امرك ومن ايدك دي لايدك دي، واللي انت هتقوليه انا هنفذه. لازم تنفذيه، يا اما وجودي مش هيكون له اي لازمه. حاضر. اولا الحاجات دي كلها لازم تتشال وما تتحطش هنا تاني. حاضر. لا انا قصدي تتشال دلوقتي حضرتك. حاضر، بس ده يعني لزوم النقنقه والفرجه بس يا ساره؟ لا مفيش حاجه اسمها نقنقه. عايزه تنقنقي، عايزه تاكلي اي حاجه ما بين الغداء والعشاء تكون فاكهه او سلطه. حضرتك وميزو الكلام ده يمشي عليكم انتوا الاثنين. حاضر. ممكن؟ اه حاضر. وبعدين لو سمحتي انا عايزه اشوف المطبخ بتاع حضرتك. اه حاضر حاضر، اتفضلي معايا. الكلام اللي هقول عليه يا ريت حضرتك تسمعيه بالظبط. حاضر. اولا مفيش اكل قدام التلفزيون خالص. عايزه تاكلي ممكن تاكلي فاكهه او خضار او اي حاجه من النوع ده. هو حريم السلطان وفاطمه اتفرج عليهم ازاي يا ساره؟ انا مالي تتفرجي عليهم ازاي مدام مريم؟ وبعدين هو ما ينفعش تتفرجي على التلفزيون من غير اكل؟ احاول، عموما انا طلعت لك الحاجات دي بقى اتصرفي. اوكي. لو هتطلبي اكل من مطاعم يبقى مره واحده بس في الاسبوع لو سمحتي، في الويكند، ويا ريت يكون قبل الساعه 6. اشمعنى الساعه 6 يا ساره؟ اشمعنى قبل؟ عشان الاكل بعد الساعه 6 ما بيتحرقش كويس، يعني بعد الساعه 6 اي حاجه تاكليها ثلاث ارباعها بتفضل قاعده في الجسم ما بتتحرقش. حاضر. اوكي، بالنسبه لميزو ليه 2 شوكولاته بس في اليوم، واحده الصبح وواحده بعد الظهر، ويا ريت تديهم له مكافاه لما يعمل الكلام اللي مطلوب منه بالظبط. ساره، وانا ينفع اخد معاه واحده شوكولات؟ انتي؟ اه. انا مالي يا مدام مريم؟ انا مالي تاكلي شوكليت ولا ما تاكليش؟ ده شيء يرجع لك، المهم الولد. حرام بجد، حرام اللي بتعمل فيه ده. حاضر يا سارة. حاضر. كنت هقول لك ان التلاجة مليانة بيبسيات وشوكولاتات، كنت هقول لك. ده ينفع؟ ده طبيعي؟ ده معقول ده؟ انا عايزة كيس، اي كيس بقى بسرعة. طبيعي. التلاجة من فضلك يكون فيها بس يا خضار يا فاكهة، الحاجات دي لا ممنوع. حاضر يا سارة. ممنوع. انا ماليش دعوة، لازم تكوني قدوة. صح. حاضر. لا ابدا مش طبيعي. ولا تزعلي نفسك خالص. حاضر يا سارة. حاضر. عيني. مش طبيعي والله. معي لمين؟ لله. يبقى رب، ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يم تيجي ندخل جوه شويه، عايزك في كلمه. هما الكلمتين دول ما بيخلصوش. بيخلصوا ليه؟ انا لو عليا اتكلم كل يوم كل دقيقه كل ساعه. بس كده بقيت رغي. ماله؟ الرغي حلو، الرغي جميل. مين؟ زبون الزباين. سيبك منه، هو ده وقته. طب ما ترد عليه. مش فاضي، عندي شغل.
ايه فوزي ازيك؟ السلام عليكم، مين معايا؟ نقينج يا فوزي. ايوه. بقولك ما شفتش سيف، اصلا بيردش عليا. ومش هيرد، الحمد لله ربنا هداه وبقى كويس. ده على اساس ان انا الشيطان يعني. اتجننت ولا ايه؟ اقفل يلا. يلا. الله، شكل طبق السلطه ده حلو قوي. طنطك ساره هي اللي عاملاهولك. قصدي ابله ساره هي اللي عاملاه. طيب مش هاكل دلوقتي، هاكل كمان شويه. براحتك يا حبيبي زي ما تحب. ازاي؟ ماليش دعوه، ماليش دعوه. ميزو حبيبي، اهم حاجه ان انت لازم تاكل الاكل في مواعيد ثابته، ما بتتغيرش لو سمحت. طيب مش هاكل دلوقتي، هاكل بعد الظهر. انا بقى هعمل لك اكله، انما ماليش دعوه، ماليش دعوه. بصي حبيبي، لو ما اكلتش الغدا دلوقتي بقى هتروح عليك وجبه الغدا، الوجبه اللي بعدها هتكون اخف، ما فيهاش بقى رز، ما فيهاش حاجه. ايه؟ لا، هتتعشى نص رغيف جبنه مثلا، ممكن كوبايه لبن معاها، واي نوع فاكهه انت عاوزه. ليه؟ هو انا عيان؟ هو انا عندي برد؟ لا، هو انت عيان فعلا، بس انت الوحيد اللي بايدك انك تعالج نفسك يا ميزو. لا مش همشي على النظام ده، لا سامحيني مش همشي على النظام ده. جرايه يا ميزو، اللي هتقوله قبل ساره هو اللي هيمشي، سامع؟ ميزو الحي ساره الحي. يعني هو انت يعني في الوقت اللي مش المفروض ان انت تتنرفزي فيه بتتنرفزي، والوقت ان انا عايزاكي تكوني فيه شديده ما تبقيش شديده خالص؟ انت ماشيه بالعكس. خلاص روحي ورا، روحي ورا يا ساره حبيب امك يا روحي. لا انا حاسه ان الواد هفتان، وحاسه كمان ان ساره هتخلوني زي البوصه. يا حبيب امك يا روحي مش مهم، اكل لك انا، اكل انا يا حبيبي، انا فداك يا روح ماما. بتدور على ايه؟ على فكره بقى اللي بتدور عليه مش هتلاقيه ولا هنا ولا في المطبخ ولا في الليفينج ولا في البيت خالص. انت عايزه مني ايه؟ ممكن اقعد نتكلم شويه لو سمحت؟ لا انا عايز شوكولاته. طب نقعد نتكلم وانا اديلك شوكولاته. ميزو خلاص بقى. قولي يا ميزو، انت مش عايز تجري وتلعب زي اصحابك؟ انا بجري وبلعب زي كل اصحابي. لا مش زيهم. طب مش عايز تلبس لبس تاني غير اللي انت لابسه ده؟ صراحة بحب اكل. انا عارف، وانا كمان، انا مش همنعك من الاكل على فكرة. كل اللي بطلبه منك يا ميزو ان احنا نمشي على نظام معين. هتفطر كل اللي انت عاوزه، وتتغدى يا رز يا مكرونة، طبق سلطة حلو كبير، يا فراخ يا لحمة، لازم خضار، ولما تيجي تتعشى تاكل نص ساندويتش. وليك عليا يا سيدي تاكل مرتين شوكولاته في اليوم، مره الصبح ومره الظهر، وليك يوم تاكل فيه كل اللي انت عاوزه في اي وقت. في حاجه وحشه؟ حاول. طيب الكلام اللي احنا هنتفق عليه دلوقتي مامتك هتعمله، لو انت موافق انا هاجي ونعمل كل الكلام ده، لو انت مش موافق همشي ومش هتشوف وشي تاني. صراحه ما اعرفش ما اكلش. لا هتعرف وانا هساعدك. انا بجوع كل نص ساعة. كل يا حبيبي كل نص ساعة، بس ممكن تاكل زبادي، أي نوع فاكهة، أي نوع خضار. ميزو، أنت بتحب تلعب كورة؟ لا بحب أعوم. طب ما بتعومش في النادي ليه؟ أنا رحت مرة واحدة بس عشان العيال اللي هناك بيقولوا لي يا ميزو ادخلنا في شلة شوية مرتدلة. معلش يا حبيبي، ما تزعلش. على فكرة بقى انت هتخس وهتبقى أحلى ولد في الدنيا. حاضر، بس عايز شوكولاتة النهاردة. تاني؟ بعد الغدا، يلا تعالى نقوم ناكل، يلا. ثورة يناير بقى معاها ولا لأ؟ طبعًا مع الثورة، شعب صار على فرعون عشان خاطر استبداده، وعشان خاطر فساد الناس اللي حواليه. صار على فرعون ولا على النظام؟ لا، الشعب صار على النظام الأول وبعد كده صار عليه، لأن هما خلقوا منه فرعون جديد، خلقوا منه فرعون بيتحكم في الناس، كان بيستبدهم، كان نظام قاسي أوي،
على فكره انا نزلت الميدان. ويعني الثوره مش بنزول الميدان ولا لا، بس ده مش موضوعنا. يعني هاخد من كلامك كده على فرعون، انت بقى مش شايف نفسك فرعون؟ فرعون؟ فرعون ازاي يعني؟ وانا في ايدي سلطه؟ اقول لك بقى فرعون ازاي. يعني ما تروح لمنتج وتطلب منه 7-8 مليون جنيه ورق يتفصل لك عشانك باسمك بمنظرك بكل حاجه، لا، وبعد ما يتفصل لك مش هتسكت على كده، تفضل تشيل الكلمه دي وتحط الكلمه دي وتشيل المشهد ده وتحط المشهد ده. ممثلين؟ لا دي برتاح لها، لا ده مش عايزه، لا دي طويله عليا، لا ده مش عايزه، وتختار الممثلين اللي انت عايزهم كلهم. وبعدين المنتج تطلب منه كل اللي انت عايزه في اللوكيشن، قال ايه؟ اسمك بيبيع. مخرج لازم يبقى صاحبك او شخصيته ضايعه، عشان برضو تفرض عليه اللي انت عايزه، الكادرات اللي انت عايزها، الزاويه اللي انت بتحب تتصور منها، الممثل ده يتصور 5 ثواني، الممثله دي تتصور من ظهرها، ده يتصور من قفاه، وفي الاخر بعد ما العمل يخلص حضرتك النجم والحاشيه اللي حواليك كلها بتعظم منك، مالي مركزك، مليونير من الجلده للجلده وبتبيع. وبعد كل ده كله تقولي انك مش فرعون. كل ده على فكره انا بعمل كده، بس ليه بقى؟ وعلى فكره برضه انا كنت شغال صبي نجار. ليه؟ عشان كنت بحب التمثيل. كانت كل مشكلتي ان انا امثل وما كنتش لاقي شغل، كنت بروح اخد اي دور ان شاء الله كومبارس، ما كانش عندي مشكله، المهم ان انا اقف قدام الكاميرا وبس، ما اعملش حاجه تاني. واروح اللوكيشن الساعه 7 الصبح لحد الساعه 2، وافضل مستني وجبه يا عالم اخدها ولا لا، وافضل مستني النجم عشان ناخد اللقطه اللي بعملها، وبعد ما نخلص اروح له اقول له استاذ لو في عمل جديد خدني معاك، انا بعرف امثل كويس، نفسي امثل، يوعدني ويقول لي يا حبيبي انت معايا في المسلسل اللي جاي، تعالى. اوسخ كلمه ممكن تسمعها في الوسط ده، انت معايا. المهم اخرج من اللوكيشن الساعه 3 بالليل، وافضل ماشي من شارع الهرم من اخره لحد بيتنا في الدرب الاحمر. وساعات كان بيقابلني كمين في الطريق، ويقابلني ظابط، اقول له يا فندم انا شغال ممثل، يقول لي انا ما اعرفكش يالا، مثل لي حته وضحكني. اقول له انا مش ممثل كوميدي، يقول لي لا ما انت مش هتمشي من هنا غير لما تضحكني. وكنت افضل قاعد في جنبه عشان اضحكه، عشان يسيبني اروح في عز البرد ده. ودلوقتي اهو انا بقيت احسن من احمد زكي، يبقى مش من حقي بقى ان انا اعمل كل اللي اتعمل فيا ده، ولا مش من حقي؟ لا مش من حقك. مش معنى ان اللي في وسطكم عملوا فيك كده يبقى انت تعمل كده في الناس اللي حواليك. نجم ده ربنا مديله نور، والنور ده لازم يوزعه على اللي حواليه. لو النور ده زاد جواك هيحرقك. بالعكس انت بعد اللي قلته لي ده كله لازم تحس باي حد حواليك اكتر من اي حد. على فكره هي المشكله في الموضوع قله الاصل. انت ازاي بتتكلمي معايا بالشكل ده؟ على فكره انت اللي قلت. انا قلت ان انا كنت فقير. الفقر مش عيب، لكن النفسيه الفقيره هي الكارثه. انت مجنونة ولا ايه في يومك ده؟ فضلك تتكلم بأدب. انت بتقولي الأكرم شوقي اتكلم بأدب يا سفلة؟ قلة الأدب دي، مين أكرم شوقي يعني؟ ركز كده هتلاقي احنا اللي عملناك، عامل فيها نجم بس، انت ولا حاجة. انت سفلة وقلة الأدب. يلا اطلع بره. النجم قال. ده فنان، ده عربجي. شغلك لوحدك يبقى انت يعني محترفه طبعا. لا ولا محترفه ولا حاجه، بس انا حابه الموضوع جدا. لا متهيألي ان ده يعني اكتر من حب شويه. ماشي سي، نتكلم شغلي بقى. ايه رايك تشاركني؟ اشاركك في ايه بس يا حبيبي؟ انا كل البرفيومز اللي بعملها حريمي، ايه رايك انت تعمل رجالي؟ انا بفكر افتح مصنع وانت تمسك فيه خطوط الرجالي.
مش عارف. أنا مش بجاملك على فكرة، أنت فعلا شاطر، أنا ممكن أستفاد منك. قلتي إيه؟ هتقعد تفكر؟ خلاص أنا موافقة. هو أنت يعني بتعملي معايا كده ليه؟ أنت تقدر تبتدي من هنا لغاية لما يخلص موضوع المصنع وعندك كل حاجة هنا، الورود والبرفيوم. أي حسب لا مش عايزة، هتوجعني. ما تخفيش. مش هتنزل على النجف اللي انا نقيته. ماشي يا بنت الحلال، هو اللي عند الراجل اللي انا هجيب من عنده. النجف اللي انا نقيته اسباني، والنجف اللي انت عايز تحطه في بيتي صيني، وانا مش هحط النجف في بيتي صيني. اوكي طيب يا جان، احنا كده كده هنتقابل بالليل في ميعادنا عند الست بتاعت البومبيرات، ما تنسيش. لا انا مش ناسيه، المهم ان انت ما تنساش، انا مش هحط النجف صيني في بيتي. سلام. الو احنا برا، اطلعي عايزينك برا. طيب باي. برا ايه؟ تلاقيها بتفكر ايه اللي جابنا. اكيد، بس ما تخافيش عليها قوي، يعني مش هتموت من الصدمه. صاحبتنا بارده برا. مظبوط، بس بيني وبينك معاها حق، اديل زودتها شويه. هاي طب بس عشان جد. يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. الله اكبر. الله اكبر. حقك عليا. وانا كمان يا جو حقك عليا. حبايبي بجد. انك رزله بس ما تزعليش. انتوا اتجننتوا يا بنات؟ انا بجد مش زعلانه من هدي. مش بقول لك بارده، مفيش دم خالص. بجد؟ هاتي المايك. احنا طول عمرنا يا حبيبتي اخوات، الباب في الباب، وبناكل الكحك مع بعض. عارفه يا حبيبتي انا ام جرجس هي اللي مربياني. احنا حلوين قوي. امال ليه بيحصل كده؟ الطرف الثالث، هو الطرف الثالث. بس عارفه اللي يجيب سيره جيني هطلع. خلاص. وهكذا اعزائي المشاهدين، زي ما انتم شايفين الوحده الوطنيه في بلدنا الحبيبه الغاليه مصر. مش هما بيقولوا كده يا اختي؟ طبعا يا اختي. على فكره بجد احنا لازم نتكلم في الموضوع ده عشان نقفله. خلاص نتكلم جد. بصي يا بنات، بجد في مصر مسلمين ومسيحيين بيحبوا بعض، والمشكله مش في الاختلاف ابدا، هو طبيعي ان يكون في اختلاف، المشكله في الاسلوب. يعني مثلا اللي حصل بيني وبينها دي ده حوار صحي جدا، المفروض يحصل بين كل الناس. المشكله هنا بقى مش في اختلافنا، المشكله في الاسلوب. هدي كان اسلوبها جارح. انا مش شايفه في اي مشكله في الاختلاف، مع ان في ناس بتزايد على الموضوع ده، في ناس طبعا بتتلكك، مش كل الناس شبه بعض. بس احنا عمرنا ما اتكلمنا في كده. اكيد. تخيلي بقى لما اتنين متعلمين زي الهانم كده وهديل يتكلموا كده، هيعملوا ايه بقى اللي مش متعلمين، اللي في المستويات الاقل، سواء مسيحي او مسلم؟ طبعا انت يا بنت احنا مش صالحناك. يلا غوري اطلعي. حبايبي غوري. حبايبي، هي دي المحبه بجد. الا صحيح، هي دايما اسامي محلات المسيحيين في مصر المحبه. غلوش. تعالوا يلا نروح نتغدى مع بعض. يلا اوكي. شايفه الواد الاوز اللي هناك ده؟ اوز اشتغل معاه جيم. كفتة سلوات ده يا جو. اسمه مصطفى؟ يعني كفتة؟ بنتي دي هبل. اسمه مصطفى جرج السوس. انت شكله ظريف قوي. بطلي قلة أدب، احترمي نفسك. خليها أعلى وزي الفل أهو، أمال إحنا جينا ليه؟ أنت بس ابعدي عنها هديل وهي هتبقى زي الفل. على فكرة أنا هكلم هديل. بجد أنا مش زعلانة منها. كل اللي حصل من هديل أنا ما كنتش متوقعة إنها تجرحني. بس أنت عارفة دي طبيعتها، ما هي عملت معايا كده أنا كمان. هي بتطلع وبتنزل على مفيش. بجد هدي البق كل حاجه حتى في افعالها. حلو قوي.
انتوا جايين تفضحوني؟ انا دكتوره محترمه على فكره. بجد؟ مش عارفه. ماشي، هنتغدى فين؟ اي حته. لا قولوا علشان انا هاجي وراكم بعربيتي. طب نطلع بالعربيه ونتكلم في التليفون. نحدد من دلوقتي بدل ما نتوه من بعض بقى. يلا بقى خلصوا، انتوا باردين قوي. الخير على دوم الباردين يا حبيبتي. قلش 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 رخيص قلش رخيص. يلا بينا. يلا 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 امشي قدامي. حاضر. ايه يا امال؟ هو كل يوم تنظيف تنظيف. ايه مش بتتعبي من التنظيف؟ ما بحبش التراب انا. حد قالك ان انا اللي بحب التراب يا امال؟ يا حبيبتي الناس الطبيعيه بتنظف يوم واحد في الاسبوع وباقي الاسبوع بتروق من على الوش كده، لكن مش كل يوم كل يوم، مش صبح وليل تنظيف يا امال. هو انت مقلق اصلا؟ انت بتعمل معايا حاجه عشان تتكلم؟ بدانا في موشح كل يوم. بقول لك ايه يا امال؟ 100 مره قلت لك انا ما بساعدش حد، امي معوداني اقعد كده والناس هي تساعدني. اقعد عند امك. بدانا بقى بطوله اللسان. لا ما هو انا مش امك. وبعدين انا ذنبي ان هي مطلعاك متدلع يعني. متدلع؟ امال تي هتعملي ايه بعد ما تخلصي تنظيف؟ ها هدخل استحمى وانام. تنامي ليه طيب؟ ايه النظام؟ ها ايه؟ لا مش قادره، تعبانه يا اخي. هو انت ايه، ما عندكش دم؟ عندي دم بس برضه انا امال عندي مشاعر. ها كده يعني؟ خلاص خليها بكره. ايه جو الرخص ده وانا بطلب دليفري؟ ما انت لو طول اليوم قاعد مع ادم بتتهد زي ما انا ما بتهد مش هتقول كده. خلاص يا امال انا حفظت المبررات والموشحات وادم والتنظيف. انا اسف. على فكره انت خسرانه. خسرانه طبعا، انت هيفوتك شويه حاجات. يلا كشف الطيب نصيب. بقول لك ايه امجد، ما تخش تنام. لا مش هنام، انا هقعد اتفرج على التلفزيون. نام انت. طب عارف يا امجد لو لقيتك بتتفرج على القنوات القذره اللي كل ما امسحها من على الريسيفر الاقيها تاني دي هعمل فيك ايه؟ انا بطل قله ادب، انا ما بعملش كده. لا والله استعبط بقى استعبط. انا مش هتفرج على التلفزيون يا امال. خلاص انا هدخل استحمى، اطلع الاقيك نايم وبتشخر. بشخر؟ التحدث لفتيات مصريات اضغط الرقم 1. مصريات هي ناقصة؟ لبنانيات اضغط الرقم 2. هو ده. للتحدث مع نيكول اضغط الرقم 1. للتحدث مع نانسي اضغط الرقم 2. للتحدث مع امال اضغط الرقم 3. امال ايه ده؟ انتوا ورايا ورايا بتقول حاجة؟ لا لا انا ما دوستش 3، ما قلتش حاجة. خلينا في نانسي. ألو؟ خلاص يا زينب حاضر، هعدي عليكم بكرة الصبح. ماشي يا قمر، باي باي. عملت لك شوية جروشرز تحفة بس مش هيكفوا غير أسبوعين. حبيبتي وماله؟ ربنا يخليك ليه؟ إيه الجو ده؟ هو أنا بقول لك كده عشان تقول لي ربنا يخليك ليه يا حبيبتي؟ حبيبي إحنا الاتنين واحد. بموت فيكي والله. وانا كمان بعمل حسابك هتعمل بروشرز كمان اسبوعين. بس ربنا يسهل. تعرف ان البنت زينب بتقولي جالي زباين كتير قوي وطالبين اوردرات كتير ولازم انزل الشغل من بكره عشان اعرف اسلمه. وماله حبيبتي، ده حاجه كويسه. شفت ربنا بيبعت لنا رزقنا ازاي؟ والله انا فعلا مبسوط وحاسس كده في طاقه. بقولك ايه، طالما انت بقى هتسيبيني وتروحي الشغل وتتشغلي وزباين، ها عايزك في كلمتين صغيرين كده نقعد مع بعض في الاوضه شويه. نفس الكلمتين؟ لا 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 لا، ده في كلام كتير جدا. ما انت كنت مهيس المره اللي فاتت وما قلتهمش صح. لا تعالي اوريكي بس انا بموت فيك ازاي. تعالي. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ها طمنيني، ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ الشقه. الشقه كله تمام والعمال شغالين وكله مظبوط، وبعدين هنزل انا وعماد نجيب بقى التحف والنجف وكل حاجه. طب بينقي حاجة كويسة. حاضر يا ماما، هنقي حاجة كويسة. القيش. واكيد خطيبك هيسترخص. قوم عايزك في حاجة. ايه خير؟ قوم بس تعالى. في ايه؟ تعالى هقول لك. هو كل شوية قوم قوم. حاجة غريبة جدا. قوم يا بابا بس. والدتك دي ما وراهاش الا قوم قوم. ماشي.
حاضر هجيبهم معايا. خلاص بقى خلاص يلا سلام. انت فين؟ انا اللي فين؟ انت اللي فين؟ انا موجوده. دي مراتك اللي كنت بتكلمها؟ في حد غيرها بيعكن عليا؟ هي. وادم فين؟ في البيت كويس. هبقى اجيبه لك بكره، بس سيبك من ادم بقى وركزي مع ابوه شويه. في ايه؟ انا عايز دواء اللي ياخده كده تحس ان هو مش مظبوط نفسيا. ليه؟ ليه يا جان؟ يعني لواحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ في يا جان اسئله. صاحبي وعنده كوميسيون طبي في الشركه، عايز ياخد اجازه، فعايزهم لما يكشفوا عليه يعني يلاقوه تعبان. طيب الادويه دي فيها مشكله، ممكن تعمل ادمان وممكن جدا تبان في التحاليل. ادمان؟ طبعا. طب بصي هاتيلي دواء مفعوله ما يكونش جامد يعني، وانا هقول له يمثل له شويه وهو بالمره ما يبانش في التحاليل. بص يا سيدي، هو في ادويه الصرع هي اللي بتعمل كده، انا هجيبها من عند بابا من الصيدليه، بس بشرط اوعى الحاجات دي تبقى معاك في العربيه، دي ممكن تعمل لك مشكله كبيره جدا لانها نازله جدول. خلاص هاتيها بس ومالكيش دعوه. اوعى. خلاص انا طالعه بقى. يلا. صرع هو اهون من عيشه مع امال. يلا يا ميزو هات التيشيرت بتاعتك عشان تنزل التمرين. مش عايز. طب ايه رايك بعد ما التمرين يخلص انزل انا عشان محدش يشوفني؟ ايه الكلام ده؟ انت مش راجل ولا ايه؟ هتتكسف؟ وبعدين بقى انا عايزه كل اصحابك دول يشوفوك وانت بتخس يوم عن التاني عشان يعرفوا قد ايه انت قوي وارادتك قويه. يلا يا بطل هات. هات يا حبيب ماما. يلا يا روح قلبي. خلصي. انا حاسه ان الواد هفتن قوي يا ساره. انا ما اكلتوش الا الصبح 9 سندوتشات بس. حبيب امه انا مش قادره بصراحه. انا مش هرد عليك يا ماما. ينفع اكله حاجه وهو طالع؟ مش هرد عليك يا ماما. طب بصي انا عامله حسابك تفطري معايا. لا الف هنا وشيف انت. اكل انا اكل لكم. حالي الان ليس كحالي اول ما بدات بالالتزام. خشوعي في الصلاه قليل، قراءتي للقران قلت، وما صرت أتأثر كما كنت أتأثر بالسابق. تغير الحال. سيف هديل. ازيك يا روحي؟ عاملة ايه؟ مش كويس. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا ده الواحد بقاله كتير قوي ما نامش النوم ده. انت عارفة والله دي نعمة من ربنا، نعمة كبيرة قوي ان الواحد ينام كده من غير قلق. ايوه بس يعني ربنا ما قالناش نعمل كده. ما قالش ايه بالظبط؟ ما قالش ان احنا نسيب الشغل نقعد في البيت نصلي ونقرا القران ونسمع دروس دين. طبعا ده كويس جدا. طب عارف مره الرسول دخل المسجد، قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لقى واحد قاعد بيتعبد، ساله انت مين بيعولك؟ قال له اخي. عارف الرسول قال له ايه؟ قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال له اخيك افضل منك. اشتغل بقى. اشتغل يا هديل اشتغل، بس مش قادر انزل الشغل دلوقتي، وبعدين انا متوكل على ربنا. متوكل حاجه ومتواكل حاجه، والوضع اللي حضرتك فيه اسمه تواكل. تواكل. وبعدين مش كل ما هكلمك في الموضوع ده هتقول ان شاء الله ربنا هيبعت. هيبعت منين؟ ما هو لازم نشتغل علشان نبعت. وايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ ولا يعني عشان انت صرفت على البيت شويه كده؟ عموما انا اسفه ما اقصدش، لكن انا كمان مبقاش معايا فلوس، في اوردرز كتير بقيت الغيها. متقلقيش انا هتصرف. انا هتصرف. تتصرف ازاي يعني؟ ممكن ابيع الموتوسيكل ونصرف على البيت من ثمنه. انت بتحب الموتوسيكل ده جدا، هتبيعه علشان تصرف فلوسه؟ طب وبعد ما نصرف فلوسه هتبيع ايه تاني؟ طب عايزه نعمل ايه دلوقتي؟ تشتغل. حاضر هشتغل هشتغل، بس مش وقته، لسه ما جاش وقت ان انا اشتغل. سيف انت بقالك شهر ولا بتروح الشغل ولا بتروح الجامع، انت ما بقتش تخش الجامع غير يوم الجمعه بس. ادي انا مستريح كده،
وبعدين انا قاعد في البيت بقضي الفرض بفرض وبقرا قران وبسمع دروس دين اكني في الجامع بالظبط. وبعدين اهم حاجه ان انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا. طب اشتغل. حاضر يا هديل. قلت هشتغل. حاضر. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ سيف انت بتزهقش؟ ازهق؟ حد يبقى جنبه القمر ده ويزهق؟ ده انا باخد حقي منك تالت ومتلت، حقي اللي حرمتيني منه بقالك كتير. هو انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟ ده حب يا هبله. لا يا راجل. اه والله. بقولك ايه؟ نعم. انتي اخبار التحاليل ايه؟ اهو برضو نعرف الجو فيه ايه؟ تصور كنت بفكر اروح النهارده. يا رب ارزقنا يا رب يا رب. تعالي بقولك تعالي بس نترزق جوه. انما ايه الشطاره دي بس يا عم؟ برافو يا حبيب امك. هاي بجد؟ طبعا. قولي جوت تطلب سالد ولا تاكل شوكولاته من بتوع النهارده؟ لا سالد. يا ولاد يا ميسي وحشين. ايه ده؟ لا 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 ايه ده؟ ايوه فطاسي. لا فطاسي يا ميسي. هو الدنيا ساره تبي موته ده؟ لا ما ينفعش. هو ما عندوش ريحه التنين. ميزو ميزو فطاسي يا ساره. خديني فطاسي. لا عيب ما يصحش كده. امشي اقعد من هنا. برضه بخير. امشي يا لهوي. اخذبيه اخذبيه يا ساره. اسيبه ده ايه؟ هيموت الولد. وادعي للادب. عيب عيب. ما حدش يعمل كده يا ميزو. تعالى. ايه يا ست انت؟ قليل الادب يا ساره. ايوه هو قليل الادب. ميزو ما يعملش زيه. ما تزعلش ما تزعلش.